خلينا ننتقل دلوقتي لمقر جريدة البوابة نيوز ومراسلتنا العزيزة مريم سميح، ونتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. صباح الخير عليك يا مريم في البداية، وامبارح أنت كنت برضو بتغطي ضمن مجموعة المراسلين هذه الاحتفالية الضخمة، وكان أداء أكيد رائع جدا. خليني أروح معاكي لليوم السابع وهذا المانشيت اللي بيتحدث يعني عن مباراة أمس لبرشلونة. بيكيه رغم السقوط بثلاثية أمام البايرن قادرون على المنافسة لأننا برشلونة. خليني برضو اخد من الماتشات ده، لان خليني اقول لحضراتكم يعني امبارح الناس كتيره جدا على السوشيال ميديا كانوا مستغربين هو ازاي برشلونه بالامس خسر، وكمان مش بس برشلونه، بنتكلم كمان في يعني مانشستر يونايتد. فشيء كان غريب جدا يعني، رغم ان يعني كريستيانو رونالدو احرز هدف في الدقائق الاولى، لكن للاسف الشديد في النهايه خسر مانشستر يونايتد، وده كان غريب. والبعض كان بيقول يمكن ده كمان لو هنرجع لبرشلونه سببه ان ميسي رحل. فخلينا نعرف منك تفاصيل هذا المانشيت، تفضلي يا ماري. صبح عليكي طبعا يا نهاوند في البدايه، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بشكرك طبعا على كلامك امبارح، يعني كلنا الحقيقه ادينا اداء مشرف، وانت طبعا كان معاكي انفرادات كتيره جدا على مدار هذه التغطيه في هذا اليوم التاريخي. طبعا خلينا نتجه للعنوان اللي اشرت ليه يا نهاوند في البدايه من موقع اليوم السابع، بيكيه رغم السقوط بثلاثيه امام البايرن قادرون على المنافسه لاننا برشلونه. اوضح طبعا بيكيه ومدافع قائد ومدافع برشلونة الإسباني عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء على يد بايرن ميونخ الألماني أنه مقتنع بأن فريقه قادر على المنافسة رغم هذه النتيجة الكبيرة في مستهل مشوار طبعا الفريق في دور مجموعات في دوري أبطال أوروبا. كمان قال بيكي أنها نتيجة سيئة، لن نخدع أنفسنا، لقد كانت مباراة متكافئة بين الفريقين حتى الهدف الأول، بينما تسبب لنا الهدف الثاني في ضرر كبير. تابع كمان بيكي في تصريحاته عقب انتهاء المباراة، سنرى ماذا سيحدث بنهاية الموسم، الوضع مختلف الآن، ولكن مع وجود عثمان ديمبلي وأنسو فاتي ستكون الأمور أفضل. وأقر أيضا يجب أن أكون صريحا، لسنا ضمن المرشحين للفوز باللقب، ولكن ليس هناك مشكلة من هذا الأمر، لم نكن مرشحين في مناسبات عديدة وفي النهاية فزنا باللقب. كمان قال أن الأمور قد تتغير كثيرا خلال الفترة المقبلة أو كمان خلال المباريات المقبلة، لا أبحث عن الأعذار، نحن البارسا. طبعا يعني تعد هذه المباراة هي الأولى للفريق في دوري أبطال أوروبا بدون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللي طبعا يعني غادر في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى صفوف باريس سان جيرمان. من البوابة سبورت، رئيس الكيك بوكسينج ننتظر حضور الجماهير لمؤازرة أبو ستيت أمام لاعب روسيا في بطولة العالم. أكد محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن الاتحاد يسخر كل إمكانياته من أجل إنجاح بطولة العالم للكيك بوكسينج، واللي بتقام على استاد القاهرة اعتبارا من اليوم الأربعاء بمشاركة 22 لاعب طبعا من الدول وهي مصر وروسيا وهولندا والأردن. أضاف كمان صبيح أن بطولة العالم للكيك بوكسينج تعد الأهم في مجال الاحتراف نظرا لقوة اللاعبين المشاركين، وعلى رأسهم طبعا العقيد الدكتور محمد عبدو أبو ستيت. كمان قال يعني أنه محمد عبدو أبو ستيت طبعا هو بطل العالم للكيك بوكسينج. وأضاف كمان رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أنه ينتظر حضور الجماهير بكثافة غدا في استاد القاهرة، ده طبعا عشان يساندوا اللاعبين المصريين خلال هذه البطولة وكمان في المنافسات اللي بتشهد قوة وإثارة، مرحبا طبعا بكل الدول المشاركة سواء طبعا هولندا أو سواء روسيا وكمان الأردن. كمان شدد صبيح على أن هناك عملية تطوير مستمرة وشاملة للعبة مع توفير كل الدعم لبطولات الاحتراف، حيث يقام الحدث الثالث في مصر طبعا وهي عبر بطولة Air Force One، وسوف يتم
يتبعها إقامة المزيد من البطولات. وتمنى فوز العقيد الدكتور محمد عبدو أبو ستيد بطل العالم للكيك بوكسينج على بطل روسيا في البطولة التي تقام غدا. كمان يعني التقرير فعلا أوضح أن أبو ستيت استعد جيدا جدا بكثافة من خلال تدريبات مكثفة خلال الأشهر الماضية والأسابيع الماضية، كمان عشان يكون الأقرب للفوز وكمان عشان يستطيع أن يحصد اللقب. من صحيفة الرياضية، انتر يتفوق بثمانية، يحل فريق ريال مدريد الإسباني اليوم ضيفا على نظيره انتر ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وتواجه الفريقان طبعا في 16 مباراة في البطولات كافة. فاز ريال مدريد بست مباريات وتعادل في مبارتين، كمان فاز انتر في 8 لقاءات، وسجل ريال 20 هدف وتلقى مثلها تماما، وسجل ريال مدريد الفوز الأكبر على انتر بنتيجة 5-1، بينما أكبر فوز حققه انتر على ريال هو 3-1، وكانت أكثر المباريات تعادلا بنتيجة 1-1. كده لم يسبق للفريقين أن تعادل سلبا، ويسعى ريال مدريد إلى الفوز في لقاءات طبعا دور المجموعات والتأهل إلى الفوز المقبل من دوري الأبطال عقب الخروج من نصف نهائي الموسم الماضي على يد تشيلسي الإنجليزي. كمان تواجه الفريقين يعني في دوري أبطال أوروبا في 4 مواجهات، استطاع ريال مدريد تحقيق الفوز في 3 مباريات، بينما حقق انتر ميلان الفوز في لقاء وحيد فقط. أخيراً من صحيفة الشرق الأوسط، النظام الحالي لأبطال أوروبا أفضل مما سيأتي. طبعاً في ظل الحديث الحالي عن تطبيق النظام السويسري لتطوير دوري أبطال أوروبا بدءاً من عام 2024، وفي ظل يعني الخطط التي تهدف إلى إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، يعني يمكن يتضح للبعض أن الشكل الذي يلعب به دوري أبطال أوروبا حالياً هو نموذج متوقع واضع للغاية. بالتأكيد كمان يمكن لمعظم متابعي وعشاق كرة القدم الآن حتى أولئك الذين ليست لديهم خبرات كبيرة أن يتوقعوا بسهولة جدا الأندية الـ16 اللي هتتأهل لدور المجموعات إلى الدور التالي. لكن المشكلة يعني لم تكن تكمن أبدا في الشكل الذي تقام به المسابقة، وهو ما يجعل الانتقال إلى النظام السويسري غير مجدي كثيرا. كمان يعني رصد التقرير خاصة أن هيكون ده صعب في يعني يجعل مشاركة الأندية الكبيرة في المسابقة أطول، كمان العوائد المالية التي تحصل عليها أكبر، وهو الأمر اللي طبعا هيزيد الفجوة بين الأندية الغنية والأندية الفقيرة. طبعا دي كانت أبرز عناويننا النهاردة الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر بوابة نيوز. بشكرك جدا يا نهاوند، العودة ليكي مرة تانية. بشكرك أيضا يا مريم على هذه التغطية، وبشكر زميلتنا العزيزة نورهان. Come on.